الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعزائي طلاب الصف الثامن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس 13، نبي الله داود عليه السلام. نتعرف على هذا النبي الذي أرسله الله سبحانه وتعالى لبني إسرائيل. ولكن دعونا نسأل أعزائي الطلبة، لماذا أرسل الله عز وجل الأنبياء والرسل؟ لا شك أن معظمكم يعرف الإجابة، فمن ذلك أرسلهم الله عز وجل ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، وأرسله الله سبحانه وتعالى ليدعو الناس إلى عبادة الله تعالى وحده وترك عبادة ما سواه. ومن هؤلاء الرسل نبي الله داود عليه السلام. هذا نبي الله داود كما ذكرنا أرسله الله سبحانه وتعالى لبني إسرائيل، وكان هذا النبي جنديا في جيش الملك الصالح طالوت في قتاله ضد جالوت الظالم المتكبر، وكان شجاعا مقداما. وهذه القصة، قصة طالوت مع جالوت، مذكورة في كتاب الله كما في سورة البقرة، حيث قتل هذا النبي داود عليه السلام قتل جالوت الظالم، ثم أصبح ملكا على بني إسرائيل. فجمع الله سبحانه وتعالى لداود عليه السلام النبوة والملك، فقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. صدق الله العظيم. وأنزل الله سبحانه وتعالى على نبينا داود كتابا، كما أنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم كتابا وهو القرآن، وعلى عيسى كتابا وهو الإنجيل، وعلى موسى كتابا وهو التوراة. فما هو كتاب نبي الله داود عليه السلام أعزائي الطلبة؟ ما اسم كتاب ما اسم الكتاب الذي أنزله الله عز وجل على داود عليه السلام؟ الجواب هو الزبور، كما قال الله عز وجل: وآتينا داود زبورا. ورزقه الله سبحانه وتعالى، رزق داود عليه السلام ابنا سماه سليمان، وقد اصطفاه الله سبحانه وتعالى وأصبح كذلك نبيا وملكا، كما قال تعالى: وورث سليمان داود. دعونا أعزائي الطلبة نتعرف على صفات هذا النبي، وهي كثيرة، منها كثرة عبادة الله سبحانه وتعالى والمداومة عليها. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة: أفضل الصيام عند الله صوم داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. هذا الحديث يدلنا على صفة من صفات داود، وهي كثرة عبادة الله والمداومة عليها. وأما الصفة الثانية فهي تقوى الله سبحانه وتعالى وكثرة التوبة والرجوع إليه، والدليل على ذلك قول الله عز وجل: اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. ذا الأيدي أي ذي القوة، كان عنده قوة في الدين والبدن. إنه أواب أي كثير الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. ومن صفات هذا النبي كذلك أعزائي الطلبة العلم الكثير النافع، قال تعالى: ولقد آتينا داود وسليمان علما. هذه الآية دلالة على صفة من صفات داود كذلك، وهي العلم الكثير النافع. ثم الحكمة، من صفات داود عليه السلام الحكمة والقضاء بين الناس بالعدل، ودليل ذلك كذلك قول الله عز وجل: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وآتيناه الحكمة، هذه الحكمة نعمة، والحكمة معناها وضع الشيء في المكان المناسب. وفصل الخطاب أي الكلام البين الذي يفصل فيه بين الناس بالعدل ويقضي بين الناس بالعدل، وهي من صفات داود عليه السلام. معجزات نبي الله داود عليه السلام، أعطاه الله عز وجل، أعطى هذا النبي معجزات كثيرة، منها
أن الجبال والطير تسبح معه، فقد كان داود عليه السلام يملك صوتا جميلا إذا سبح الله تعالى تسبح معه الجبال والطير. والدليل على ذلك، الدليل على هذه المعجزة قول الله عز وجل: وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. الجبال وهي جماد تسبح مع داود عليه السلام، والطير توقف في السماء كذلك تسبح مع داود لجمال صوته عندما كان يقرأ في الزبور. ومن معجزات داود عليه السلام تليين الحديد له، فقد وهبه الله عز وجل قوة وقدرة فائقة على التعامل مع الحديد، يشكله كيفما يشاء. كان داود عليه السلام حدادا، مهنته حداد، يصنع من الحديد ما يفيد قومه في الحرب كالدروع وغيرها وما يحتاجون إليه في حياتهم. قال تعالى في كتابه العزيز: وألنا له الحديد، أي كان داود عليه السلام يفتل الحديد كيفما شاء بدون مطرقة وبدون نار. وقال عز وجل، وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. يصنع الدروع حتى تقيهم شر القتال في المعارك. وكان نبي الله داود عليه السلام كما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم يبيع ما يصنعه من الحديد لقومه ويأكل من عمل يده، أي كان داود مهنته حدادا وكان يأكل من عمل يده، وهذا كما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عندما قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. وهذا أعزائي الطلبة يدلنا على أهمية العمل وكسب اليد على الفرد والمجتمع وأثره على الفرد والمجتمع. فالله عز وجل يحب اليد العاملة، والله عز وجل يحب المؤمن القوي الذي يعمل بيده ويأتي بالقوت له ولعياله كما كان يفعل داود عليه السلام. هناك دروس وعبر نستفيدها من قصة داود عليه السلام، منها الإيمان بقدرة الله تعالى المطلقة، فقد أيد الله سبحانه وتعالى نبيه داود عليه السلام بمعجزات كثيرة. المسلم يقتدي بالأنبياء جميعا عليهم السلام في كثرة العبادة والتوبة وذكر الله تعالى. كذلك أعزائي الطلبة، من الدروس التي نستفيدها من قصة داود وهي كثيرة، أن المسلم يحرص على أن تكون له حرفة يأكل منها. ثم أعزائي الطلبة، هناك أسئلة كما عودناكم في نهاية الدرس. أرجو من الجميع أن يحلوا هذه الأسئلة على دفتر الواجبات، وسيتم التفتيش عليها إن شاء الله تعالى عند بدء الدوام إن شاء الله سبحانه وتعالى، وقد كشف الله عنا الغمة وأذهب عنا إن شاء الله البلاء والوباء بإذنه سبحانه وتعالى. فأرجو منكم أعزائي الطلبة أن تحلوا هذه الأسئلة كما تعودنا على دفتر الواجبات، وأي سؤال لا تعرف الإجابة عليه سنجيب عليه إن شاء الله تعالى في الغرفة الصفية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، ونلتقي في درس آخر إن شاء الله.